في البداية بس عايزين نعرف الناس الأول يعني إيه مدرب تطوير أداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول تطوير الأداء هو بصفة عامة إن أنا بشتغل على النواقص بتاعت اللعيب، تمام النواقص الفردية. يعني عندي دلوقتي اللعيب بيغلط كتير جدا 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 جوه الملعب. تمام ما هنفترض مثلا لعيب الدوري ممتاز، هو في أخطاء كتير قوي بيشتغل عليها ناقصاه، فهو لازم يشتغل عليها. دي مش موجودة عندنا في مصر، مفيش حد بيشتغل عليها. يعني هو اللعيب فردي، هو محتاج يطور مثلا باص مثلا معين، محتاج رتم اللعب يبقى سريع. ده اوكي اللي بيحصل في اوروبا، احنا مش موجود عندنا في مصر. رتم اللعب بطيء عندنا في مصر جدا، اوكي وده اخطاء كتير قوي بتحصل من ده. في جوان كتير قوي بتيجي، المدافعين مثلا، الاجوان، كله بقى لازم يشتغل دلوقتي تطوير اداء. ده اوروبا كلها شغاله كده. محمد صلاح التحول من الصفر للقوه الجباره اللي هو وصل لها دلوقتي دي تطوير الاداء بتاعه، ان هو يشتغل ازاي، يقطم امتى، يجري، الكلام ده كله. طب واحدة واحدة من البداية، ازاي بتعمل تطوير لأداء اللعيب؟ يعني ايه الحاجات اللي انت بتعتمد عليها؟ ازاي مثلا لو انت زي ما انت قلت مثلا عنده مشكلة في حتة معينة، في الجري، في السبرنتات، في الكروسات، في ايا كان، ازاي بتبقى عارف ان هو عنده مشكلة في ده، وبعدين بتاخد المشكلة دي او الخطأ ده وتطبقه على ارض الواقع؟ ما انا بتابع اللعيبه، يعني اللعيب بصفه بتتابعهم لازم اتابعه في التمرينات والماتشات الاثنين؟ طبيعي، لازم يكون اوكي هو قدام عيني على طول، عشان انا بعمل عمليه اللي هو ايه، ان انا بحول الاداء بتاعه او زي نظام محلل اداء، ببص على الارقام بتاعته، ببص على الاخطاء، كل الكلام ده كله، ببدا انا اشتغل بقى على الكلام ده. اوكي يعني هو بيجي لي واحده واحده، بنظبط مع النادي طبعا، هو بيكون شغال مع النادي مثلا فيتنس، شغال ايا كان، شغال مع النادي بيظبط معايا، فبنظبط برنامج عشان برضه ما يبقاش فيه اجهاد. اوكي ومشكله الاجهاد دي مهمه جدا جدا جدا. يعني معظم اللعيبه بيقولوا مثلا مدرب تطوير الاداء بيخلي اللعيب يتصاب، ايوه بيبقى في بيزود حمل. الاجهاد، بيبقى فيه ارهاق، بالذات ان هو مش بس بيكتفي بالتمرينات الاساسيه في النادي، لا ده كمان لانه دلوقتي زي ما انت ذكرت مع يعني ما فيش موجود في الجهاز الفني او في الجهاز عموما مطور اداء، لا بيضطر ان هو يروح بشكل شخصي لمطور اداء يشتغل معاه.